عليكم اخواتي، مرحبا بكم معي جديد في قناتي مطبخ عالم ام مسك. نواصلوا السلسله ديال الاطباق الكيتونيه. غندير معكم اليوم ان شاء الله واحد الوصفه الفطور، وصفه الغداء سهله وسريعه ولذيذه ومشبعه في نفس الوقت. هنا عندي واحد نص خياره كما كتشاهدوا، راه الخيار لذيذ جدا، ودرت معه واحد ثلاثه الزيتونات، زيتون اسود، ومعه واحد جوج معلقات ديال جبن كيري. ها يلا خرجوا جديد بالاعشاب، منسم بالاعشاب، لذيذ بزاف. واخا الثمن ديالو شويه، فيه 140 غرام 15 درهم، ولكن ما يهمش، بنادم ياخذ واحد ثلاثه المرات في الاسبوع ماشي مشكل. واحد طوماط سوريز، واحد الكمشه ديال القرقع او عين جمل، والخبز اللي كنت درت بالجنجلان اللي كنت نزلت لكم ديك المره، حتى هو ان شاء الله دابا ندير معكم الطريقه ديالو كيفاش كنديرو. صدقوني ان اصلا الزنجلان راه ما كيجيش مال نهائيا. تما راه كنت خديت واحد كاس زنجلان، درت فيه واحد جوج بيضات، ودرت فيه واحد نص باكيه ديال الخميره الكيماويه، وخلطتهم وطيبتهم. راه ساهل، والزنجلان اصلا طحنته مطحون دقيق زنجلان. واللي بغى يديرو خضر يعني بلا ما يحمصو، لا حريه الاختيار، غير هو صدقوني راه طيب. واحد كيشبع. انا دهنته مع داك الجبن وكليتو، كليت داك الخيار وداك الطوماط سوريز، وتا الاخر عاد خديت داك القرقع. صدقوني في الاول غيجيكم واحد النظام في الشكل، لان حنا كما كتعرفوا المغاربه كاملين مولفين في طوبه بغايه في المسمن او البطبوط او خبز الزرع بزيت البلديه وكويزه داتاي. غتجيكم بيزار، غنفطروا بالخيار وبمطيشه والجبن والزيتون ماشي مشكل، ولكن الخبز لا، راه كتجي شويه قاصحه، ولكن صدقوني والله غير غتجربوا غتولفوه. هو الاسبوع الاول كيجي صعيب شويه، ولكن من بعد ان شاء الله راه غادي تولفوه، والتدات ديالكم غتولفوه. وراه كاين سلبيات بزاف، كتجيكم الدوخه، حريق الراس، العصبيه شويه، بزاف د الحوايج، ولكن بالمده المزاج كيتغير، كتحس بواحد النشاط سبحان الله. وتديك الاحساس ان كل ساعه خصك تاكل حاجه حلوه، تاكل حاجه حلوه. انا بالنسبه لي لحد الان ما بقاتش، الحمد لله. وحاجه اخرى، كتشوف هذه الوقيته ديال الديسير، هذا هو الضعف ديال الواحد، هذه الوقيته ديال الديسير اللي خص الواحد ياكل الديسير. ها تبارك الله، الشهديه، ها الخوخ، ها الدلاح، ها البطيخه، كاع جميع انواع الديسير، والحمد لله مازال ما ضعفتش، واللهم لك الحمد. وغادي نواصل باذن الله حتى نوصل للهدف ديالي، ولا الوزن ديالي، ولا نقرب على الوزن المثالي وندير التثبيت. وعاد تبقى لي واحد جوج ثلاثه كيلو ماشي مشكل. دابا ان شاء الله ندوزو للغدا باذن الله. اخواتي، اقتراح الغداء كان عباره عن شوربه او صوبه ديال لي زيبينار. ماشي بحال اللي كنت درت معكم في رمضان المبارك، لا، هذه شكل واحد اخر، غير لي زيبينار بوحديتهم صدقوني كتجي لذيذه، وصراحه تستاهل 100,000 مره تجربه باذن الله. والطبق المرافق لها كان عباره عن ميرلون، كنت ديجا مرقده، كان ديجا عندي في الكونجيلاتور، كنت دايره لها شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال الثومه، واحد نص حامضه. جبتها درت في مقيله شويه زيت البلديه، شويه المعدنوس، الثومه، واحد شويه ديال البزار، وشويه ديال الحار كنأكد على الحار. حطيت ونص حامضه، خليتهم شويه تتشحروا، زدت عليهم هذيك الميرلون، واحد 3 دقائق من هذه الجهه و 3 دقائق من هذه الجهه، وصدقوني راها كتجي لذيذه بزاف. هذه الطريقه هذه كيديروها هنا عندنا في الشمال بزاف، بالنسبه في لي ريستو في جنب البحر البلايا، كتقول لهم بغيت الحوت في البلانشا، كيديروا لك بهذه الطريقه تماما. ممكن لكم تزيدوا على لاصوص صويا، لكن صدقوني بهذه الطريقه الحوت الابيض كيجي لذيذ بزاف وصحي. زعما اللي جا الشمال هنا طنجه او تطوانه، وهذا الحوت ديال البلانشا، كتقول له عطيني الحوت ديال البلانشا، راه ما تشبعوش منه. ندوزو الان الطريقه ديال هاد الصوبه ديال زيبينار. خديت واحد الربيطه ديال زيبينار، درت على واحد الربطه ديال القزبر، وشويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، واحد رشيشه ديال سكينجبير، واحد رشيشه ديال الثومه، وشويه ديال الماء، وقفلت عليها مده 5 دقائق، لقيتها واجده. شديتها طحنتها مزيان، ضغطت لوغو ديالها باش الا كانت ناقصه شويه ديال الملحه نزيدها الملحه، ما كانتش ناقصه هي هذيك، زدت ليها واحد جوج معالق ديال لاكريم فريش،
ولا كريم فريش بالنسبه لنا حنا اللي كنديروا النظام الكيتو ديما خصكم تشوفوا شحال فيها هاد الكارب. انا لا كريم فريش فيها عندي فيها 200 مليليتر فيها 5 الكارب، ولكن 200 مليليتر انا درت غير جوج معلقات، طحنتها مع دوك جوج معلقات ديال لا كريم فريش في طبق تقديم كما كتشوفوا. درت لها واحد شويه الموتزاريلا وواحد شويه المعدنوس من الفوق، وداك الموتزاريلا عطاها واحد اللذه والمذاق غزال. وكان هذا هو عباره عن الغداء ديالي اليوم، الاقتراح ديالي اليوم. صدقوني راه فيه بزاف، وان شاء الله انتظروا مني بزاف الوصفات. خص غير العزيمه وخص شويه ديال الاراده. انا ما غنقولكش وصلي لو بوا اللي بغيتي، انا ما غنقولكش تتشوفي الناس يقول لك واو واعره. انت مع راسك اولا، انت مع راسك شوف كيفاش كتحس، واش عاجبك راسك ملي كتوقف قدام المرايا، عاجبك حالتك. الا كنتي مقتنع هذيك حريه شخصيه، كل واحد والحريه الشخصيه ديالو. ولكن الا كنتي كتقول لا علاش انا كنبقى عاطيه بحال فمي كول هاك اجي وكول اللي عطى الله، لا ربي الله سبحانه وتعالى عطانا الصحه ديالنا خصنا نحتفظوا عليها. كون كنا كنطبقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث للماء ثلث للهواء ثلث للاكل، كنا ما سعداتنا حنا كنبقاو. ونصيحه لوجه الله، ها العيد الكبير جاي ان شاء الله غنبدلوا النظام واحد شويه، باش ما تقولوش ان هذا النظام الكيتو كيحرمك من كل شيء. لا، غنبدلوا النظام، غنديروا لو كارب ان شاء الله باذن الله. هو عباره عن انك كنضيفوا واحد 100 غرام، ما بين 50 حتى 100 غرام ديال النشويات كنضيفوه على الاكل ديالنا. يعني غناخذوا شويه البطبوط وغناكلوا بولفاف وغناكلوا المخ ان شاء الله في النهار الثاني ديال العيد الكبير الى وصلنا سيدي ربي ليه. وبالنسبه للاخوه والاخوات اللي غادي يصوموا، صوموا الله يتقبل باذن الله. تانا غادي نصوم باذن واحد احد، وبقاو غادي على نفس النظام، وغيبان فينا الفرق بزاف. كنتمنى ان الفيديو اليوم يروقكم وينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من لايك ومن التعليق ومن الاشتراك الا كان اول مره كيزور القناه ديالي. وشجعوني والى وصفه مقبله على قناتي مطبخ عالم ام مسك. خليكم مع بعض الصور الوصفات اللي غنديرها معكم في المستقبل القريب ان شاء الله في نظام كيتو دايت، فلا تبخلوا علي بالتشجيع. شكرا لكم.